الصلاة، الصلاة أمرها عظيم وعظيم جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول جعلت قرة عيني في الصلاة. الاطمئنان كله أن يقف الإنسان بين يدي الله عز وجل يناجي ربه. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى سألني عبدي ولعبدي ما سألني. كونك في كل يوم تقرأ هذه الفاتحة تناجي الله عز وجل، وانظر إلى أسلوب الخطاب، تقول إيش؟ إياك نعبد وإياك نستعين، تقف بين يدي الله تبارك وتعالى وتسأل الهداية إلى الصراط المستقيم. أنت بشر، بشر لو سألك إنسان وأنت تكرهه وتبغضه قال عطني 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 حم والديك عطني عطني آخر شيء تمل تقول أخلص أخلص. كيف رب العالمين الذي أمرنا بالدعاء ووعدنا بالاستجابة والله لا يخلف الميعاد وشرع لنا أن نقف بين يديه في كل يوم أقل شيء 17 مرة نقول له اهدنا الصراط المستقيم من أطار القيام على الأبواب وأكثر أقرع الأبواب يطلب 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 آخر شيء يفتحوه يفتحوه له كل بخيل يعطي بعد. الله يغضب إن تركت سؤاله، ابن آدم يغضب حين يسأله، الله يغضب عليك إذا ما سألته. شرع لنا أن نقول اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم، حتى الذي لا يعرف قيمة هذا الدعاء وصرف عنه رب العالمين شرع له وفرض عليه فرضا أن يقول في صلاته اهدنا الصراط المستقيم. فكيف إذا تنفل، كيف إذا كرر، كيف إذا صلى أكثر وأكثر. فأنت أحق بالهداية وأولى بها، والله لا يخلف الميعاد أن يستجيبك إذا سألته مع توفر الشروط وانتفاء الموانع. تقف بين يديه جل وعلا وتسأله أن يهديك الصراط المستقيم. الصراط المستقيم تسأل الله عز وجل الصراط المستقيم أن يهديك الصراط المستقيم، هداية إرشاد ولا توفيق؟ ها إرشاد وتوفيق. تسأله أن يرشدك إلى الصراط المستقيم وتسأله أن يوفقك إلى سلوك الصراط المستقيم. إن كنت على الصراط المستقيم يعني تعلم، فأنك تسأل الله عز وجل أن يزيدك هداية، أن يعلمك أكثر، وقل ربي زدني علما. وإن كنت قد وفقت إلى سلوك الصراط المستقيم فأنت تسأل الله عز وجل حتى يزيدك هداية وسلوكا وثباتا. فما نعلمه قليل مما نجهل، ونجهل كثير ونعلم قليل. فإذا سألنا الله هداية معناه نسأل الله إيش؟ أن يزيدنا علما إرشادا. وما نعلمه نعلم كثير ونعمل مما نعلم ها قليل. فإذا سألنا الله الهداية يعني نسأل الله أن يزيدنا عملا، وهذا معنى اهدنا الصراط المستقيم. وفي الدعاء المأثور اللهم أرنا الحق حقا يعني ارشدنا إياه، وارزقنا اتباعه يعني وفقنا إلى ذلك، وأرنا الباطل باطلا يعني زدنا علما حتى نعرف الباطل، وارزقنا اجتنابه يعني ثبتنا حتى نجتنب ما حرمت عليه. هذا أين يتأتى المسلم إذا وقف بين يدي الله عز وجل ويقرأ الفاتحة ويقول له في دعائه اهدنا الصراط المستقيم. احتاج إلى هذا حاجة كبيرة جدا.